مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو سبارتاكاتس؟ ما هي ميزات سبارتاكاتس؟ ما هو سبارتاكاتس؟ يطلق مشروع سبارتاكاتس ميميكوين برنامج المكافآت على سبارتاكاتس، وهو مشروع عملات ميم قائم على المواجهة بين عملات ميم الخاصة بالقطط والكلاب عن إطلاق أول برنامج باونتي في 4 يونيو. سيتم إدراج الرمز المميز للمشروع في بورصتين فلات كيوب وبانكيك سواب. أطلقت سبارتاكاتس مجمعات السيولة في 4 يونيو مع برنامج على BNB Chain و EverScale. ما هي ميزات سبارتاكاتس؟ سيتم إصدار NFT وبيعها للجمهور لضمان الإدارة العملية لمؤسسة سبارتاكاتس داو. سيتم توزيع 20 فقط على الفريق الأساسي، وهم 20 عضوا من الفريق الأساسي، كل منهم يتلقى 1 NFT. ستذهب 10 فرق NFT إلى الشركاء الرئيسيين والمؤثرين الذين سيدعمون المشروع، وسيتم توزيع الباقي على مدار 4 سنوات على فترات منتظمة. أولئك الذين اشتروا NFT في المزاد يصبحون أعضاء في المؤسسة مع الحق في اتخاذ القرارات. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.